اشرف جي اشرف جي اوجي باو روح اوجي اشرف صورنا ومشي اوجي نهاركم سعيد نهاركم مبارك. اليوم طبعا حلقة مميزة مع إعلامي ما حصلناش معاه كلمة من 2011 وهو يجري في الدوة يجري في الكلام ما عرفناش كيف تكلموا معاه بكل. تعالوا تفرجوا وشوفوا وش ندرنا فيه. هاي مع بعض باع وروح. شوفوه كيف واقف قالق وحارق دمه وشوفونا مازال ما بدينا نسخنه فيه من الاول. اول ما وصلنا نقول له خلينا نحرق له دمه. هالراجو فيك خش يا رجب وشوف شنو يرجي فيك ده. تانو وريك نت البليب كيف شكله. تفضل سلم على الباشا. تفضل سلم على الباشا. مرحبا. مرحبا. كيف حالك؟ الله يخليك. سعيد. رجب. مرحبا. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. رجب محمد بن غزي. محمد. كيف حالك؟ الحمد لله تمام كويس. نحن هنا تشرفنا بحضورك. شكرا الله يسلمك. نحن نعتبرك من الأصدقاء، أصدقائنا الأعزاء. أنت إنسان محترم. بارك الله فيك. شكرا. نحن نريد منك أن تكون مرتاحا معنا هنا. والله إن شاء الله. أنا ما تفهمتش حضرتك، يعني أنت صديق اللي اتصل بي وقال لي إنه تبوني لموضوع منكم بعد إذنك قدميك. شنو؟ لو سمحت الجلوس لو سمحت. ممكن بعد إذنك. الله يحفظك. ما ارتاحش لهيك لكن ما عليك. نحن شاهدنا فيديوهات عديدة لك، عدة برامج،
أنت إنسان تحب أن تكون صادق، صحيح؟ مظبوط. صحيح. من الذي اتصل بك وقال لك عن الموعد هنا؟ صديق لي. عادل صح؟ عادل. عادل يعرف أني أنا نشتغل في قناة. نعم؟ عادل يعلم أني أنا نشتغل في قناة يعني. نحن نعرف، نحن كمان نعرف. فهمت أني أنا مجي على خاطر موضوع استشارات حاجات برا ممكن تناقش فيها عادي يعني، ما فيش بس. نحن نريد أن نساعدك ونساعد الشعب الليبي. لدينا قنوات جديدة سيتم فتحها، ستتحدث بالعربية، ستكون موجهة توجيه صحيح، ولابد أن نكون صريحين معك. أنت ستشتغل معنا، سيكون خطابنا موجه لعامة المواطنين الليبيين. أنت ستكون أحد الإعلاميين الموجودين معنا. رجب، أنت رجل أو شاب في بداية عمرك، صحيح؟ أنت اشتغلت في التلفزيون والراديو اليوناني زمان، صحيح؟ أنت خريج علوم رياضية، إدارة رياضية، صحيح؟ صح، مزبوط. وكنت وكيل اللاعبي في كرة السلة في ليبيا، صح، قبل سنة 2011، صحيح؟ مزبوط، صح. نحن نقول لا نسمع، نحن قوة، لا تتحدث، أنا أتكلم بعدين أنت تتكلم. رجلك. نحن قوة اقتصادية، أنت تشتغل هنا بمرتب، تعال يا كيف أنتوا تدخلوا تليفون؟ خد التليفون مني. التليفون بعد إذنك؟ بعد إذن حضرتك التليفون بس. معلش شو فيه؟ أعطيه التليفون معلش. اقفل التليفون بتاعك، اقفله. بس معلش شايف انك انت بتحرك ايدك في التليفون. اقفل التليفون، اقفل التليفون، اقفل التليفون، اقفل التليفون. ما يخليها انا ماشي. اقفل التليفون، اقفل التليفون. Just for security. اقفل. اقفل التليفون. خليها انا بس. قفل، شوف قفله. ما يخدش، مش ما يخدش، خليها انا بس. خليه اوكي سكرت. قفله. خليها عندك. تعال خليها عندك. خليها. رجلك، رجلك تحت. نحن هنا سيد رجب، أنت صديقنا. أنتم في ليبيا تقولوا عملاء، نحن لا نقول عملاء، نحن نقول أصدقاء. أنت ستكون معنا، شئت أم أبيت. ما أعرف شغل مكمل. شئت، لحظة لحظة، شئت أم أبيت. تمام، تفضل تكلم. حضرتك قاعد تعرض تقول لي نحن لسنا عملاء. نعرض؟ كيف أعرض؟ يعني قاعد تقول. ما هذا الذي بيدك؟ هذا مفتاح سيارة. حطه هنا، حطه. شوفي كاميرا، كاميرا هذه. مفتاح سيارة. هل هي كاميرا أم لا؟ طلع عليها. لا. مفتاح سيارة. رجب، نحن محتاجين. محتاجين. محتاجين إنك تكون معنا. تهمك ليبيا، نحن تهمنا مصالحنا، لا يهمنا أحد. ما هو تودي فرق تقولي تهمنا. لحظة لحظة، نحن تهمنا مصالحنا، نريد منك أن تكون جزءا من المنظومة، منظومتنا. نحن المنظومة تمام، ليبيا تمام، بس هناك أوراق احترقت، نريد أوراق جديدة. أنت أحد الأوراق الرسمية لدينا، شئت أم أبيت. أنت كده كده معانا. بالله عليكم نبي نروح. نعم؟ لا
تبي نروح. انا خلاص صدقني المبلغ مبلغ كبير، المبلغ هيخليك تفتح قناه وفوق منها بنروح. فيلا تعرف فيلا موجوده ليك باسمك جاهزه. تبي نروح نبي نروح. شال يا اهل اول الموضوع مش مستاهل هذا كله. ابغى اروح مش مستاهل الموضوع. يا استاذ بالله عليك اعطيني تليفوني ولا كلمي عدل ولا ما بنعطيك شيء. خلاص سوي اللي تسويه. لا لا وين رايح صدر؟ تعال شوف ازاي بروح. تكلمي تكلمي معه. حاضر. لا تتكلم معه. مين مين؟ الامن. ما فيش حاجه. ما فيش حاجه. ما فيش حاجة. لحظة لحظة يا سيد، نحن هو من قال لنا تعالوا نحن هنا يريدنا. أنا اتصلوا بي واحد صديقي قال لي تعال هنا في ناس عاوزة تتكلم معك. لا انت صعب، انت صعب المكان هنا، هم جايين على هنا. لا لا مش قاعد يشوفه صاحب المكان وين هو. نحن نحن لا نعرفه. هو قام طيب اتفضل معنا من النبي عبد الواحد عبد الدوري. يبعث لنا الدوريه على السياره بتاعتي قاعده برا. طب اتفضل معنا. هرتجي اتفضل مين بس. طب اتفضل معنا لو سمحت. لا هو صاحب المكان. هل ندب نحن خلاص؟ والله العظيم لا، اقسم بالله العظيم لا. انا بس ماشي. قل لهم انني قريبك. والله العظيم والله العظيم والله انه قريبي، انه قريبي. كذاب والله كذاب. قلت على غير حدا. حاولي حاولي انا معي مفاتيح. دون فهمك انا فهمك انا ابي ابلول حضرتك. انا لحظه 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 نقول لك لحظه لحظه بعد اذنك. انت قريبي ام لا؟ مش قريب انا عارفش يا والله رجب. انا شاول شاول من؟ والله من عرفه. اقسم بالله عثمان. لا لا بقى تعال تعال هنا شوي شوي. لا 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 ها ها في حاجه هنا، في كاميرا خفيه هنا، في كاميرا خفيه. انا رجب، انا اشرف الشريف يا رجب. رجب والله لا صح عليك. هو ضاع خلاص. خلاص يا رجب خلاص كاميرا خفيه. اتوقع لا لا راس رجوبه. لا 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 راس رجوبه. لا 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 يا اخي لا 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 بيك شك. انت انسان محترم. لا لا بالعكس انت انسان راقي والله امتحان ونجحت فيه يا رجب. ربنا يكثر من امثالك. ربنا يكثر من امثالك. والله انسان محترم. هذا اخونا انسان محترم. لا يا راجل لا لا رجوبه. لا اعطوه ميه اعطوه ميه. رجوبه خلاص يا راجل خلاص رجوبه. صحة صحة. شن تقول لي اخوتك اللي بيين في الشهر المبارك؟ اول شيء نقول ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يا رب ليبيا تعاود وتقعد زي زمان. ولما نعاود نقول زي زمان ما تهمش اذا كان خضراء ولا اذا كان ملكيه ولا اذا كان تعاود ليبيا فيها نحن كلنا، ويجي انسان صالح او مجموعه صالحه تحكم هالبلاد وتوحدنا كلنا. ان شاء الله ما عندناش ما يفرقنا. راه في الاخر بكل نحن انا واشرف نقمعز مع بعضنا هنا وناخذ جو ونضحك ونلعب وفيش ما يفرقنا. ما عندناش. وبعدين كلنا مسلمين سنه، تعلمنا عليه خمس فرائض عطان لنا ربك سبحانه وتعالى وكتاب. الباقي ال 500 فريضه وال 5000 ابي اللي حكوا عليهم نحن ما ناش مؤمنين بهم. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. سامح حبيبي. سامح. حبيبي.